إيه كمان من آيات الإخلاص؟ الشيطان ما يقدرش يقدر على أي حد إلا المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نجاتك من المعاصي والذنوب تصدق بإخلاصك لله ذنب مش عارف تبطله يشيله منك كده. ولقد همت به وهم بها، سورة يوسف، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. سورة الإخلاص دكتور هنجيلها حالا، سورة الإخلاص جاي لها حالا. سيدنا موسى ما وصلش للمنازل العليا وبقى كليم الله إلا بالإخلاص. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. إيه الإخلاص ده؟ إيه دعاء الحج والعمرة؟ لبيك اللهم لبيك. أما ده الشعار، ده النشيد اللي ربنا اختاره طول الحج والعمرة من أعظم العبادات. لبيك اللهم لبيك، أنا جاي يا رب. لبيك لا شريك لك لبيك، أنت القصد وحدك الأول الآخر. لبيك، عشان كده بتقول التلبية في أول الحج وفي آخر الحج لغاية منى، الأول الآخر، المركزية، هو بيربي المركزية عشان هو بس، عشان كده بتقوله كتير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولك كان الصحابة يقولوه حتى تبح أصواتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم مع كل حجر وشجر تمر عليه يشهد لك يوم القيامة طول ما أنت بتقوله لبيك اللهم لبيك، أنا جاي لك يا رب. لبيك لا شريك لك لبيك، جاي لك لوحدك أنت بس. ليه جاي لك لوحدك؟ علشان إن الحمد والنعمة لك والملك. عشان كده هقول لك تاني لا شريك لك لبيك. الجمال كله إخلاص، ده هو شعار الإخلاص. عشان كده كان التابعين يقولوا لو كان بعد كل هذا التلبية ما زال هناك شركا لخرج، لأنه بقت الوصلة العصبية سميكة من كتر ما أنت بتقول لبيك أنا جاي لك لوحدك، أنا جاي لك لوحدك عشان النعمة والملك ليك. يقول الجنيد الإخلاص سر من الأسرار بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا يطلع عليه شيطان فيفسده. يقول الله في الحديث القدسي الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أشاء من عبادي، أحطه في قلب من أشاء من عبادي. طب يبقى وصله تاني إزاي؟ ذكر ودعاء ونية في الأول وفي الآخر. أنت عارف المفروض الإخلاص يبقى إيه؟ شايفين كوباية اللبن دي؟ شوف صورة النحل بتقولك إيه؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. مكان المخرجات، بص المعجزة، ومكان الدم. يعني ازاي ما بين الاتنين دول ويطلع لبنا خالصا ما فيهوش شائبة؟ تخيل لو اللبن ده فيه 0.00001 ريحة دم او ريحة المخرجات. يسقيك وإن لكم في الأنعام لعبرة. عبرة يعني إيه؟ تعرفوا تبقوا مخلصين كده. وإن العبرة في إيه؟ تعرف تبقى كده. شايف أنا مطلع لك إيه؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة يسقيكم مما في بطون من بين فرث ودم. من بين الاتنين دول طلع إيه؟ لبنا خالصا. الله يا الله. بص كده، بص عليها كويس، تعرف تجيب العشرة الأواخر كده. أنا ليك لوحدك. عارفين المصاحف اللي مكتوب عليها وقف لله تعالى؟ أنا وقف لله تعالى. يا رب. حلوة الفكرة؟ بس تعالوا نتفق على حاجة، لا للوسوسة. أنا مش مخلص، أنا مش مخلص، أنا مش مخلص، أنا مش مخلص. كل الحاجات دي عكس الإحسان. خلي بالكو، الإخلاص جزء من الإحسان والإحسان جزء من الإخلاص. لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك إيه؟ والإسحاق الإحسان من معانيه إيه؟ إسقاط التوقعات عن البشر، لأن أنا بشتغل عشانك أنت. طب ما هو ده الإخلاص. أنتوا واخدين بالكم إن الإحسان داخل في كل جزئية من جزئيات دينا؟ كل حاجة تقدر تربطها بالإحسان بمنتهى البساطة. الإخلاص هو الإحسان، زي ما قلنا زمان الخير من معانيه في اللغة العربية هي الإحسان. تعرف كده؟ يعني طول ما أنت شغال على الإخلاص أنت بقيت من المحسنين، وطول ما أنت بتحسن أنت من المخلصين. الله. فلا للوسوسة، لأن الوسوسة والضغط على النفس هيبوظ الموضوع. سيب نفسك لربنا، ما تقعدش تحسوي كتير، أنت مش قد تصليح النفس.
سكتين للوصول إلى الله. تقعد تصلح في نفسك وتقرا في علم النفس كتير و انا دارس علم النفس ايجابي مش عيب انك، لكن هصلح نفسي بالحكايه دي. عيش بقى، ده النفس مليانه دهاليز وموتها، شايفين المنظر اللي ورانا والجبال والوديان، النفس عامله كده، هتصلح ايه ولا ايه؟ او انك تروح لربنا تقول له النفس دي بتاعتك صلحني انت، انا جاي لك ذاكرا. سيبها بقى لمولاك، وده من الاخلاص. بلاش الوسوسه، بلاش الوسوسه، ما تعملش كده. وبلاش انك تقول انا مش عايز اعمل حاجات في العلن يحسن ابقى مرائي. ترك العمل، ده باب في البخاري، ترك العمل مخافه الرياء رياء. لان انت لما عملت العمل للناس رياء، ولو سبت العمل عشان الناس رياء. ولو كل الناس سابت العمل اللي في الظاهر كان ازاي يطلع انبياء ومصلحين في الارض. عشان كده ربنا كل شوية في القرآن وأنفقوا من أموالكم سرا وعلانيا. وناس يعملوا حاجات في السر يقولوا ربنا يظهرها في القرآن، اللي أكلوا ناس في الضيف اللي النبي بعته لهم، قاموا مطفين الأنوار عشان ما عندوش أكل، والنبي وهم بيضيفوا ضيف النبي ونيموا أولادهم وعملوا أنهم بيأكلوا عشان هو يأكل لوحده، قامت نازلة الآية فضحهم الصبح ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ليه كده؟ ما للخير ينتشر ازاي لما كله؟ وايه قيمة الصدق والأمانة والمعاني الحلوة لواحد قاعد وسط 10 أحجار؟ تكتشف ازاي؟ الإخلاص انك تخش في الدنيا وتشتغل وتتحرك وانت جواك يا رب ارزقني الإخلاص. طب أعرف منين ان انا مخلص ولا لا؟ اكتشفها ازاي؟ ده سر بين الله وبين عبده. يعني مش هعرف خالص طول ما انت خايف على إخلاصك مخلص. لما الموضوع يتنسي منك خالص خاف على إخلاصك. طول ما أنت بتدعي بيها إن شاء الله مخلص، طول ما أنت بتفتكر النية إن شاء الله مخلص، طول ما أنت محافظ على ورد الذكر، هما 3 حاجات. أنا سهلتها لكم كده. لكن تقدر تقول أنا من المخلصين ولا تقدر تقول محل. تقدر تقول أنا من المحسنين ولا تقدر تقول أنا أسعى للإخلاص والإحسان؟ صح. أنا أسعى للتقوى؟ صح. أنا من المتقين؟ بصت خلاص. فاهمين الفكرة؟ طب أول خطوة إيه؟ الأول الآخر، اسم الله الأول، المركزية تبدأ إزاي؟ النية قبل العمل. واحد رايح مع واحد من الصحابة مشوار، فإيه فلقى سرح شوية، بيقوله سرحان فيه، قال له لا بجهز نيتي. يا الله، إزاي تبقى دي أتيتيود؟ إزاي تبقى دي سلوك؟ إزاي تبقى دي عادة؟ بالتدريب تفتكرها. صحابة كان تجار نيات، تجار نيات، يعمل العمل واحد ب5-6 نيات عشان كذا وكذا وكذا وكذا، فياخد ال5 حاجات. دي الفكرة اللي احنا عايزين نروح لها، ان انا بتحرك بنية. اول ما ببدأ بنية مع الذكر والدعاء، يا سلام، حاجة زي الفل. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. النية، النية تخليك تسبق. إن بالمدينة أقواما ما حضروش معاكم غزوة تبوك، ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. إنما الدنيا ل4 نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في سبيل الله، يا بخت مع فلوس وعلم وكمان في سبيل الله، ده مبسوط دنيا وآخرة. ورجلا آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل فلان لفعلت مثله، فهم في الأجر سواء. يعني يا ناس اللي معكوش فلوس، لو نيتك لو معايا زي فلان والله لأعمل وأعمل لله، أنت خدت الثواب وتيجي يوم القيامة واخد زيه. عايز إيه أحلى من كده؟ كرم ربنا، كرم ربنا. صورة الإخلاص هي مركز الصورة، هي رسمة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد. كلمة الصمد دي يعني إيه الصمد؟ المقصود الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاجه كل أحد. ده معنى كلمة الصمد في اللغة. وتقول العرب بيت مصمود، يعني بيت مقصود. ويقول لك صمدت إلى فلان، أي قصدته. الله الصمد المقصود عند قضاء الحوائج. فإذا كان الله أحد وهو المقصود وحده بقضاء الحوائج، إزاي ما تخلص لي وتروح لغيره؟ عشان كده تسمت الإخلاص. فهي صورة الإخلاص. لا، إذا كان الله أحد، الله الصمد، وإنت بتدور على غيره، يبقى أنت مش فاهم، يبقى أنت مخك تعبان. يبقى فعلا لازم تتسمى صورة الإخلاص. كل ما تصلي بقول هو الله أحد، كأن ربنا، وكلمة قل، افتكر مركزيتك إيه، كأنك بتقول لنفسك قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. افتكر يا نفس
مركزي هو الله الأول الآخر، لأنه هو المقصود بقضاء الحوائج. فهمتوا يعني إيه الصمد؟ فاضل إيه في الآخر؟ فاضل المعنى الكبير، غير تكن أغلى عباد الله على الله. قلناها، عمل إيه مع موسى وعمل إيه مع يوسف لكن في حتة تانية، المدد والفتح الرباني. من الآخر كده، نفسكم ربنا يمد أعماركم أعمار كبيرة بعد موتكم. الإخلاص. سعد بن معاذ أسلم 7 سنين بس، هو أسلم عنده 30 سنة لما النبي وصل المدينة، ومات عنده 37 سنة. بس الحقيقة كان كواليتي بتاعته رجل نجح في الحياة، مش راجل أي كلام، لا 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 لا، سيد قومه تقيل. 7 سنين لما مات سعد بن معاذ، اهتز لموته عرش الرحمن. يقول النبي جنازة سعد بن معاذ نزلت الملائكة تستأذن ربها أن تحمل نعش سعد بن معاذ. يقول النبي حمل نعش سعد بن معاذ 70,000 من الملائكة. يقولون تسير بسرعة يا رسول الله، قال لأن الملائكة تحمله. 7 سنين بس، أنت مسلم وأنا مسلم بقالنا كم سنة؟ طب ليه كده؟ إخلاص 7 سنين بأعمال لله مع نجاح في الحياة، لأنه متميز، قدم للإسلام الكتير. مقام اهتز لموته عرش الرحمن. يعني اهتز لموته عرش الرحمن؟ سعد جاي للسماء، روح سعد جاي إلى السماء. شفتوا المدد الرباني، شفتوا الفتح الرباني. سيدنا إبراهيم في إخلاص أكتر من سيدنا إبراهيم؟ سيدنا إبراهيم بنى البيت بإخلاص لله، الكعبة، وبعدين دعا دعوة موجودة في القرآن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما حدش فاهمها، خلي الأجيال الأخيرة تفضل فاكراني. يقوم الآية تنزل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لا يمكن تعمل عمرة أو تحج أو تروح البيت إلا ما تصلي ركعتين بين مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة. ليه؟ حقوق الملكية. أول تسجيل لحقوق الملكية في التاريخ حقه. جعل له لسان صدق في الآخرين ليوم القيامة. الإمام النووي كان نفسه يتجوز، مات قبل ما يتجوز، ومات عنده 40 سنة على فكرة، مات صغير قوي. ولغاية دلوقتي 3 كتب البيوت عايشة بيها، شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب رياض الصالحين اللي موجود في بيوت كتيرة، الأربعين النووية، عمل 3 نسخ، واحدة للعلماء والتانية للبيوت والتالتة للمبتدئين. عبقري بس مخلص لله، عايش لغاية النهاردة وهو مات ومخلفش. أخلص لله يكفيك العمل القليل، ويخليه لك قد كده. قاعدة النهاردة، أخلص نيتك وعملك لله تكن أغلى عباد الله على الله، أحلى مدخل للعشر الأواخر. وإيه؟ وتفتح لك أبواب التوفيق والمدد الرباني. مين ينوي يا جماعة؟ مين يغمض عينيه كده ويرفع إيده ويقول له يا رب، يرفع إيده لله، يا رب أنا أنوي إن أنا أخلص لك العشر الأواخر من رمضان عشان أكمل بقية حياتي كده. وعرفت الطريق ذكر ودعاء وإيه، وتذكر النية قبل كل عمل. بس دعاء، يا رب ارزقني الإخلاص، يا رب يتقبل منا جميعاً.